لا يزال العباد غادين ورائحين في هذه الدنيا، ولا بد لهم من مقر لا مفر منه، ولا بد لهم من مرجع لا محيد عنه، هم سائرون إليه بلا خلاف. إنه المنزل الأول من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان الثانية فما بعد القبر أشد منه. هذه سنة الله في عباده، حياة ثم موت ثم حياة، هي في جنة أو نار. فالعاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.